حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي أمين الرئيس، مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. لو تحدثنا عن آلية سير العمل في تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا للأوقاف السنية والجعفرية. واقعا العمل جار على قدم وساق. فور صدور أمر سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في خطة بناء وتأهيل الدفعة الثالثة من المساجد والجوامع في مختلف محافظات المملكة، بدأ التنسيق الفوري مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والفريق المشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل على وضع خطة زمنية ومؤشرات أداء لضمان تسهيل واستكمال كافة الإجراءات لإنجاز المشاريع، سواء اللي سيتم الانتهاء من بنائها وافتتاحها خلال شهر رمضان المبارك أو المدرجة ضمن مشاريع الترميم والتأهيل التي سيتم الانتهاء منها تباعا خلال الشهر الفضيل. نعم، إذن هي هذه الخطة هي الثالثة لتطوير الجوامع والمساجد التي تتزامن مع مطلع شهر رمضان المبارك، كيف ترون انعكاس ذلك على مشاريع تشييد وإعمار دور العبادة؟ خلال شهر رمضان يعني في العامين الماضيين حققت خطة تطوير الجوامع والمساجد نجاحا كبيرا، تمثل في افتتاح وترميم وتأهيل 50 جامعا ومسجدا، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه الخاص لضمان تهيئة الجوامع والمساجد في شهر رمضان المبارك. هذه الرعاية وهذا الدعم بكل تأكيد يعزز المسيرة المباركة لتشييد وإعمار دور العبادة التي شهدت توسعا كبيرا في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وضمان مواصلة مشاريع تطوير دور العبادة لتلبي احتياجات كافة مناطق ومحافظات المملكة. نعم دكتور علي أمين الرئيس، مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.